السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس آية. هناخد النهاردة إن شاء الله إزاي نضرب في مادة الرياضيات الصف الرابع الابتدائي. هناخد عملية الضرب وإزاي نضرب رقم في كذا رقم أو رقمين في رقمين وهكذا. هناخد بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. هنبدأ مع بعض من البداية خالص. أنا دلوقتي لو عندي رقم زي كده، عندي 62 ماشي في 4، احنا بناخد الضرب. اتنين وستين في 4، انا المفروض عليا دلوقتي اني اعمل ايه؟ قال لي بصوا، اول حاجة ثانية واحدة، اول حاجة الرقم اللي عندي ده اللي هو الرقم الأربعة بضربه الأول في الأحد اللي هو الستة، وبعد كده بروح ضربه في العشرات اللي هو بضربه الأول في الأحد اللي هو الاتنين، بعد كده بضربه في العشرات اللي هو الستة. يعني هقول الاتنين في 4 بكام؟ الاتنين في 4 بـ8، أكتبها في الأحد. بعد كده الأربعة في 6 بكام؟ الأربعة في 6 و24، أروح كاتبة هنا 24. يبقى 62 في 4 اداني كام؟ اداني 248. طب نكبر الارقام شويه، نخليهم 3 ارقام في رقم واحد، يعني مثلا 301 في 3، تمام؟ 301 في كام؟ في 3. هنعملها ازاي؟ قال لي اول حاجه دلوقتي عندي، اول حاجه هنكتبها، بيقول لي الثلاثه هنضربها الاول في رقم الاحاد، بعد كده نضربها في العشرات، بعد كده في المئات. الثلاثه في واحد بكام؟ بثلاثه. والثلاثه في صفر بصفر. الثلاثه في ثلاثه بكام؟ الثلاثه في ثلاثه بتسعه، تمام؟ يبقى اول حاجه احنا نضرب في رقم الاحاد الاول، بعد كده في العشرات، بعد كده في الايه؟ في المئات، تمام؟ بعد كده عندي هنضرب بقى، ناخد ارقام كبيره شويه، هنضرب 1316 في 7. قلنا طبعا بنبدا برقم الاحاد، يعني هنضرب الاول رقم 7 في كام؟ السبعة في 6 بكام؟ ب42. هنا بقى نركز قوي، هنكتب الاثنين. طب والأربعة يا ميس؟ قلنا لا، هنكتب الاثنين والأربعة نخليها معايا كده على جنب فوق اهي، الأربعة، ونقول الواحد في 7 ب7، ده 7، نجمع عليهم بقى الأربعة اللي أنا مرضتش أكتبها، يعني نقول 7 زائد 4 بكام؟ هيديني 11. هنروح كاتبين 11 كلها؟ لا، برضو هنكتب الواحد، والواحد التاني هنخليه معانا. بعد كده هنقول التلاتة في 7 ب21، زائد الواحد اللي معايا ده هيديني كام؟ 22. هنروح كاتبين برضو الاتنين، ونخلي الاتنين التانية معايا. هنقول الواحد في 7 ب7 واتنين هيديني 9. يبقى 1316 في 7 اداني 9212. بعد كده هناخد كذا مسألة طبعا بنفس الشكل علشان نثبتها في دماغنا، وبعد كده هننتقل لنقطة تانية. 6214 في 5. 6214 في كام؟ في 5. بيقول لي أول حاجة احنا هنعملها ايه؟ قال لي هنقول الاربعة في 5 بكام؟ الاربعة في 5 ب20. بنبدأ برقم الاحاد، 20، هكتب الصفر بتاعي ال20 وخلي الاتنين معايا على جنب، تمام؟ الواحد في 5 بكام؟ ب5. 5 زائد 2 هيديني 7. الاتنين في 5 بكام؟ الاتنين في 5 ب10، هكتب صفر ومعايا الواحد. هنقول الخمسة في 6 بكام؟ الخمسة في 6 ب30، وواحد هيبقى 31.
واكتبها كلها، يبقى عندي 6214 في 5 هيديني 31070. السؤال اللي بعد كده بيقول لي خمس تلاف وتمنتاشر في 5018 في 8. هنضرب الأول 8 في الأحاد اللي هي 8 في 8. 8 في 8 بكام؟ 64. 4 ومعايا 6. الواحد في 8 ب 8. 8 زائد 6 هيديني كام؟ 14. 14 4 ومعايا الواحد. 0 في 8 بصفر، زائد 1 0 زائد 1 بواحد. بعد كده الخمسة في 8 بكام؟ الخمسة في 8 ب40. هنروح كاتبه ال40 كلها، يبقى 5018 في 8 هيديني 40144. تمام، هناخده دلوقتي برضو 8560 في 8560 في 4. هنضرب الأربعة في رقم الأحد الأول، الأربعة في 0 بصفر، والأربعة في 6 بكام؟ الأربعة في 6 ب24. 4 ومعايا الاتنين. بعد كده هنقول الأربعة في 5 ب20. تمام، 20 زائد 2 هيديني 22، يبقى 2 ومعايا الاتنين. الأربعة في 8 بكام؟ الأربعة في 8 ب32. 32 زائد 2 هيديني 34. يبقى 8560 في 4 هيديني 34240. كده احنا أخدنا أول نوع اللي هو إزاي نضرب رقمين في رقم وثلاث أرقام في رقم وهكذا. تمام، هناخده دلوقتي بقى النوع، عندي النوع التاني من الضرب. هناخد دلوقتي اول حاجة بيقول لي 83 في 50. بصوا بقى نركز في دي، هنا انا عندي رقمين عايزة اضربهم في رقمين تانيين. طالما الرقم عندي في العددين عددين في عددين تانيين، تمام، طالما عندي عدد العدد ده مكون من رقمين وفي رقم فيه صفر، الصفر انا بنزله اكنه مش موجود في المساله اصلا، واعمل ايه؟ ابدا المساله طبيعي اكن الصفر ده مش موجود معايا، فاضرب الخمسه مره في 3 واضربها مره في الايه في 8، اضربها في الاحد الاول بعد كده في العشرة. طيب الثلاثة في 5 ب 15، 5 والواحد معايا في مخي. الخمسة في 8 ب40 وواحد يبقى 41. طيب ناخد واحدة تانية، واحدة تانية بنفس الفكرة، عندي 17 في 20. هعمل في دي ايه؟ قلنا طالما في صفر هكتبه اكنه مش موجود، هنزله تاني واقول الاتنين في 7 ب14. 4 ومعايا الواحد. الاتنين في واحد باتنين زائد واحد هيديني 3، يبقى 17 في 20 بيديني 340. هنحل كمان واحدة برضو بنفس الشكل، بيقول لي 90 في 32. في صفر عندي هعمل ايه؟ شاطرين، هكتب الصفر ده اكنه مش موجود واتعامل اكن الصفر ده مش موجود في المسألة، فاضرب التسعة مرة في اتنين ومرة في تلاتة. الاتنين في 9 ب18، 8 ومعايا الواحد، دي 8 8 ومعايا الواحد. بعد كده اقول التلاتة في 9 بكام؟ التلاتة في 9 27. 27 وواحد يديني 28.
يبقى 90 في 32 اداني كام؟ اداني 2880. تمام كده احنا اخدنا ضرب عدد مكون من رقمين في عدد مكون من رقمين تانيين، بس في احد العدد العددين دول عندي صفر. هناخد بقى بس من غير الصفر دلوقتي. تمام، هناخد بقى دلوقتي بيقول لي 56 في 56 في 43 دي هنحلها ازاي؟ نركز مع بعض. بيقول لي 56 في 43 دي يعتبر اصعب واحدة او اصعب شكل فيهم، الشكل ده بقى انا هحله ازاي؟ قال لي الشكل ده سهل وبسيط جدا جدا. هنعمل ايه؟ هناخد الاول، بصوا انا عندي بحلها ازاي، بقسم الصفحة بتاعتي نصين. تمام، الرقم الكبير فيهم اللي هو 56 اكبر من 43 هكتبه مرتين، مرة هنا 56 ومرة هنا 56. تمام، وهقول هنا في وهنا في. التلاتة واربعين بقى دي رقم الاحد عندي تلاتة فهكتب هنا تلاتة، ورقم العشرات عندي اربعة اكتبه اربعة ولا اربعين؟ طبعا احنا كبار وعارفين هنكتبه اربعين عشان هو عشرات. تاني عملت ايه؟ قسمت الصفحة نصين. وبعد ما قسمت يا ميس الصفحة نصين عملنا ايه؟ بعد ما قسمنا الصفحة نصين اخدنا الرقم الكبير فيهم وحطيته في الناحيتين، والرقم الصغير اللي هو 43 هنقول هنقسمه، التلاتة دي احد هتكتب تلاتة هنبقى 56 في تلاتة، والناحية التانية مش الاربعة دي عشرات هنكتب 56 في 40 عشان هي عشرات، واضرب كل واحد لوحده. هنقول التلاتة في ستة بكام؟ التلاتة في ستة بتمنتاشر، تمانية ومعايا الواحد. التلاتة في خمسة بكام؟ بخمستاشر، خمستاشر زائد واحد يبقوا ستاشر. تمام، الناحية التانية قلت طالما عندي الصفر، الصفر ده بينزل اكنه مش موجود، واقول الاربعة في ستة بكام؟ الاربعة في ستة باربعة وعشرين، اكتب اربعة ومعايا الاتنين. الاربعة في خمسة بكام؟ الاربعة في خمسة بعشرين، عشرين زائد اتنين يبقى اتنين وعشرين. يبقى عندي اداني بقى دلوقتي رقم واحد ولا رقمين يا ميس؟ دلوقتي انا عندي رقمين، هكتب اني واحد فيهم هنا؟ هقول لكم لسه احنا ما خلصناش، هنروحوا جايبين الرقمين اللي طلعوا لي دول واجمعهم مع بعض اللي هو 2240 هروح قايله زائد 168 هقول يساوي، اجمعهم مع بعض. ركز في الحته دي بقى، دي اخر خطوه عندي اللي هتطلع لي الناتج، وهحل معاكم تاني مسائل زيها. هقول صفر زائد تمانية هيديني تمانية، اربعة زائد ستة عشرة، صفر ومعايا الواحد، اتنين وواحد تلاتة زائد واحد يبقوا اربعة، والاتنين دي ملهاش حد هنا في الالوف فهتنزل زي ما هي. يبقى الناتج عندي كام اداني يا ميس؟ 2408 اداني الناتج في الاخر خالص 2408. تمام كده، يبقى تاني انا عملت ايه في المسألة اللي عندي؟ هنركز تاني، عندي رقمين ورقم رقم عدد مكون من رقمين وعدد مكون من رقمين تاني، قسمت الصفحة نصين. تمام، ورحت كاتبة ايه؟ رحت كاتبة الرقم الكبير مرتين وكتبت علامة الضرب. بعد كده الرقم الصغير، الرقم الصغير ده قسمته للأحاد وللعشرات، للأحاد قسمته التلاتة اتكتبت مرة، والعشرات الأربعة هتتكتب 40، وضربت كل واحد فيهم. بعد ما ضربتهم عملت ايه؟ النواتج اللي طلعت لي جمعتها مع بعض فاداني الناتج اللي انا عايزاه. تمام كده، هنحل برضو مع بعض دلوقتي واحدة تانية. تمام، وهتلاقوها سهلة برضو خالص ان شاء الله بإذن الله. السؤال التاني عندي بيقول لي 95 في 95 في 37 هيديني كام؟ بصوا هنا التاني، تاني برضو هحل معاكم بنفس الطريقة اللي انا لسه حلة بيها معاكم اول واحدة. ماشي، هنحلها ازاي؟ قال لي بصوا اول حاجة هنقسم الصفحة نصين، اهو قسمنا الصفحة نصين يا ميس، وبعدين
وبعد كده الرقم الكبير فين؟ 95 ولا 37؟ قال لي 95 اكبر. اروح كاتبه 95 مره هنا ومره كاتبه 95 هنا واعمل علامه الضرب. 37 رقم الاحد هكتبه زي ما هو مره، والعشرات اللي هي 3 اكتبها 3 ولا 30؟ قال لي لا 30 عشان هي عشرات. تمام كده. طيب اضرب بقى ال 5 في 7 5 و30، اكتب 5 ومعاها 3 اهي. ال 7 في 9 بكام؟ ال 7 في 9 يا ميس ب 63. 63 وانا معايا 3 يبقى 66. الناحية التانية الصفر هيتكتب اكنه مش موجود، واروح كاتبه التلاتة في خمسة بخمستاشر، خمسة ومعايا الواحد. التلاتة في تسعة بسبعة وعشرين، سبعة وعشرين وواحد يبقوا تمانية وعشرين. يبقى الرقمين هم عندي كده خلصت. قال لي لا احنا متفقين. اروح جايبة الاتنين الرقمين اللي طلعوا لي اللي هو 665 زائد 2850 واعمل لهم عملية جمع. تمام جمعتهم، هقول 0 زائد 5 هيديني 5، 5 زائد 6 هيديني 11، 1 ومعايا الواحد، 8 زائد 6 هيديني 14، وواحد معايا في مخي يبقوا 15، 5 ومعايا الواحد. الاتنين دي ملهاش حد هنا بس في واحد فوقيها، يبقى 2 وواحد 3. يبقى الرقم عندي طلع كام؟ طلع 3515. تمام كده. يبقى الرقم عندي طلع 3515. المسألة اللي بعد كده بيقول لي 64 في 38. 64 في كام؟ في 38. اول حاجة هنعملها نقسم الصفحة نصين، شاطرين. هكتب الرقم الكبير اللي هو 64 ولا 38؟ لا ال 64 هي الكبيرة، هكتبها مرة هنا 64 وعلامة الضرب، ومرة هنا ال 64 وعلامة الضرب. 38 متكونة من جزئين، التمانية اللي هي الاحاد، التلاتة اللي هي عشرات اللي احنا هنكتبها 30. واضرب ال 4 في 8 بكام؟ ب 32، 2 ومعايا ال 3. ال 6 في 8 بكام؟ ب 48، 48 و 3، 48 و 3 هيديني 51. بعد كده الصفر هنكتبه اكنه مش موجود، الصفر هيتكتب عندي هنا اكنه مش موجود، واقول التلاتة في اربعة باتناشر، اتنين ومعايا الواحد، التلاتة في ستة بتمنتاشر زائد واحد يبقى تسعتاشر. كده احنا خلصنا المسألة، لسه فاضل لي اخر خطوة اللي هي بتاعت الجمع. هروح كاتبة الرقمين اللي هو 512 زائد 1920 واجيب الناتج بتاعهم. صفر زائد اتنين هيديني اتنين، 2 زائد 1 3، 9 زائد 5 14، 4 ومعايا الواحد، وبعد كده نقول 1 و1 يبقوا 2. يبقى الناتج بتاعي النهائي كام؟ 2432. يبقى 64 في 38 هيديني 2432. تمام كده؟ تمام كده. فهمنا الضرب بكده، نكون اخدنا مسائل على الضرب، ضرب عددين في عدد، ضرب عدد مكون من عددين في عدد مكون من رقم واحد، وضرب عدد مكون من رقمين في عدد تاني مكون من رقمين برضو بس في صفر، قلنا الصفر ده بينزل زي ما هو اكنه مش موجود وبضرب عادي جدا اكنه عدد واحد. واخدنا ازاي لو عدد مكون من رقمين وعدد تاني مكون برضو من رقمين مختلفين، اخدنا بنحل ازاي بالطريقة بتاعتنا. طيب اي حد هيبقى عنده اي سؤال في الضرب، لان انا عارفة ان هو صعب جدا على الطلبة بالذات في السن
اللي هم فيه دلوقتي، وطبعا اغلب المدرسين جروا في المنهج، فالحته دي ممكن تكون جرت منهم شويه. فاي حد عنده اي حد عنده سؤال يخص الضرب يكتب في التعليقات السؤال بتاعه، وانا هحل ان شاء الله الاسئله معاكم يعني، او اجمعها كلها في فيديو واحد واشرحها لكم. بس ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك على الفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. كانت معاكم ميس ايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.